السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعاتي الغاليات ومتتبعيني الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال نتوما وأهلكم وأحبابكم. كتشوفوا اليوم نقدم لكم واحد الطبق ديال السمك، يعني واحد الحوتة معمرة في الفران، يعني طريقة ديال غدا يومي ماشي ديال الضيافة. إن شاء الله مازال غنشارك معكم الطريقة ديالي ديال الحوتة ديال الضيافة، يعني حوت معمر بريستيج. دابا هذا كيف ما قلت لكم، يعني بغيت نشارك معكم غير الغديوه ديالي، يعني بحوت معمر. كنحتاجوا هنا الحوت، هي الحوت اللي عندكم يعني ديال التعمار كبير. كنحتاجوا المكونات ديال هاد الغديوه هذه. عندنا الحوت، الحوت كيبقى على حساب على حسابكم نتوما اللي عندكم في الحوت. المهم كيكون ديال التعمار، يعني كيكون هكا كبير ديال التعمار، كيحلوا ليكم كيف كتشوفوا. وعندنا هنايا الثومه، الثومه حتى هي كتبقى على حساب القياس اللي عندكم ديال الحوت. عندي هنا شويه ديال الكروفيت، اللي ما بغاش ولا اللي ما عندوش ما يديروش. المهم انا عندي هنا شويه الكروفيت، عندي شعريه الصينيه اللي كنت سلقتها من قبل، يعني كنرقدها شويه في الماء سخون كيف كتشوفوا. عندي هنا البطاطا، مع كيف قلت لكم غندير غير لاطه ديال الحوت معمر، ما غنديرش حوت بريستيج. ان شاء الله غنشارك معكم من بعد حوت بريستيج اللي كيجي بلا خضره. عندي هنايا بطيطه كيف كتشوفوا، كتبقى على حساب عدد الافراد. وعندي هنا العصير ديال الحامض، وعندي الزيتون خضر مقطع، وعندي القزبر ومعدنوس مقطعين مزيان، عندي شويه الهريسه اللي كتبقى على حساب الذوق، وعندي التحميره، وعندي البزار، وعندي شويه الكمون، وعندي العطريه الخاصه بالحوت اللي ما كاينش ماشي ضروري. المهم هادو هما المكونات اللي ضروريين اللي ما كانتش، كما قلت لكم تقدروا تستغنوا عليها. وعندنا هنايا الفلفله حمراء، وعندنا فلفله حاره، وعندي واحد المطيشه. هادو هما المكونات. غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه. على بركه الله كناخذوا هاد البطاطا هي الاولى، يعني وكنقطعوها تكون رقيقه كيف كتشوفوا، وغنديرها تسلق ليا غير واحد شويه، يعني غنديرها تسلق غير واحد شويه، واحد نص سلقه يعني غير شوي، وغادي نحيدها مع شويه الملح. يعني هي اول حاجه غنبدا بها، ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا التتمه ديال هاد الطبق هذا ديال الحوت ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما درنا ديك البطاطا كتسلق، غندوزو ناخذوا الشرموله اللي غنحضروا. بسم الله كناخذوا التحميره، ناخذوا البزار. كيف قلت لكم راه العطريه راه كتبقى على حساب القياس ديالكم. عندي شويه كمون، ممكن تضيفوا الزعتر، عندي معلقه ديال عطريه الحوت، وعندي هنايا عصير الحامض. عندي القزبر ومعدنوس اللي كنكونو طحناهم مزيان، نضيفو الملحة. الملحة كتبقى على حساب القياس اللي دايرين، وغنديرو شوية زيت العود، ممكن ديرو زيت الرومية، يعني كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. ونديرو هاد الضريسات ديال التومة، بسم الله محكوكين. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خلطنا لكم المكونات، كنضيفوا واحد شويه الماء غير باش تطلق لينا هاد الشرموله هذه. صافي كيف كتشوفوا، ما غنديرش الهريسه دابا، اللي بغى يديرها في الاول يديرها. المهم انا ما كنديرهاش دابا، حتى كنديرها في فيرميسيل، مع ما كنبغيش الحار بزاف. نتوما الا كتبغوا الحار ديروها في الاول. صافي من بعد ما خلطنا هاد المكونات مع بعضياتهم كاملين، غنبداو نشرملو في هذيك الحوته. بسم الله نتمنى ان شاء الله ان هاد الطريقه ديال الحوت تعجبكم. صافي
ان شاء الله من الحوته ديالي مزيان ونحطها على جنب وندوز نكمل ان شاء الله التتمه ديال هذا الفيرميسيل هذا. هانتوما كيف كتشوفوا الحوته من بعد ما شرملناها، خديت هذيك البطاطا اللي تسلقات حتى هي درت منها من هذاك الشرموله وخلطتها كيف كتشوفوا، حطيتها على جنب. دابا غندوز ان شاء الله بسم الله ناخذ هذا الزيتون، كميه كتبقى على حسب هاد الكروفيت هذا، ما غنسلقو ما غاديش نسلقو ما غاديش نطيبو. غنضيف شويه الهريسه كتبقى على حسب الذوق، وغنضيف شويه ديال مطيشه الحك، وشويه ديال الصوص الصوجا، يعني اختياريه ماشي ضروريه، اللي ما بغاهاش راه ما يديرهاش، على حسب الا كانت عندكم راه ديروها. صافي ندير هذا الربيع اللي بقى، نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم كلهم حتى كينسجموا لينا، وغادي نضيفوا هذيك الشعريه الثانيه اللي كنكونوا سلقناها من قبل، وكنخلطوا المكونات مع بعضياتهم كاملين وغتذوقوا، يعني ملي غتخلطوا هاد الفيرميسيل غتذوقوا واش خاصها الملح واش خاصها، المهم غتشوفوا اشنو خاصكم في البنه ديالها. صافي غنخلط ان شاء الله ونرجع معكم. دابا كيف شفتوا من بعد ما قديت هاد الحشوه هذه ديال الفيرميسيل ضقتها، يعني جاتني هي هذه كيف ما قلت لكم ضروري تذوقوا، ضفت لها واحد شويه ديال السيبيا كانت عندي سلقتها قطعتها وضفتها لها. دابا غنعمروا هذيك الحوته بسم الله، والقياس ديال الفيرميسيل غديروا على حسب نتوما شحال بغيتوا. انا راه ديما كنقول لكم الدراري كيعجبهم الفيرميسيل يكون كثير، كنحاول انني ندير لهم كثير، كنبخر هذا الشيء اللي بقى. صافي وكنحطوا لهم صافي. غنهز هاد الحوته بسم الله طهنا، ندوز باش نحط هذيك الخضيره. صراحه كتجي لذيذه هاد الغديوه هادي، هاد الفيرميسيل كتجي رائعه في المذاق، ولا حتى الحوته يعني كتجي لذيذه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا، وكيف شفتوا انا راه كنبغيها تكون كثير على ود الوليدات كيبغيوها كثيره كيف ما قلت لكم، اما كنبخر هذاك الشيء اللي بقى ليا واما كنديرو في الورق الزبده وكنغطي عليه وكندخلو الفران حتى كيطيب ليا وبالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها لانها كتجي فعلا لذيذه وكتستحق التجربه. هانتوما دابا كناخدو هادوك الفلفله كنقطعها طرونش كيف ما كتشوفوا، كنقطعو هاد المطيشه هيا بسم الله، وغنرش عليها شي شويه المليحه اللي بغى يخلي ليها هذيك الشرموله يخليها، انا يعني صافي غندير لهم غير شويه المليحه صافي، وغنديرهم من الفوق بسم الله. وهاد الشيء اللي بقى نحطو غير هكا في جناب حتى الحامض، حتى هو نحطو في جناب، ندير هاد الفليفلة اللي بقات ناخد هاد الفلفلة الحارة. دابا غنرش شي شوية الملحة من الفوق وغندير شويه ديال الزيت، زويتها بلديه من الفوق، ناخذ
كتشوفوا يعني واحد شويه الماء ماشي بزاف. صافي وغندخل هاد اللاطه ديالي للفران اللي كيغطي عليها قبل ما يدخلها، على حسب الفران ديالكم راه يغطي عليها، اللي ما كيغطيش عليها راه يدخلها هكا، المهم كيبقى على حساب نتوما الفران ديالكم. انا غندير لها شويه زيت العود صافي وغندخلها للفران ان شاء الله طيب، وتلاقى بكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الحوته هذه. انا بالنسبه ليا راه ما غاديش نضيف الماء، يعني هذاك الماء اللي درت راه هي غطلق اصلا الماء، مع انا غنغطي عليها يعني الفران ديالي ضروري كنغطي عليها كيف ما كنقول لكم ديما، وهي غطلق ليا الماء يعني ما كنحتاج انني نضيف الماء نهائيا. ونتلاقاو من بعد ما طيب ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي. ها هي الغديوه ديالي من بعد ما وجدت، كتجي على هذا الشكل، يعني الحوت كيجي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. انا حيدته من هذاك المول اللي طيبت فيه، دريسوتو بهذا الشكل هذا، نتوما كيمكن لكم ديروا كيف ما بغيتوا نتوما. نتمنى ان شاء الله ان هاد الحوته هذه تنال الاعجاب ديالكم، الصراحه كتجي لذيذه لذيذه لذيذه، يعني نعيا نشكر فيها، راه كتجي زوينه بزاف، غير جربوها ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ان هاد الطريقه تنال الاعجاب ديالكم، ومازال ان شاء الله نقدم لكم الحوت ديال الضيافه، يعني حوت بريستيج يعني بطريقه مغايره ان شاء الله. ونتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيو لي الفيديو مع احبابكم ومع اصحابكم باش تزيد ان شاء الله القناه تكبر، وتخليني ان شاء الله نعطي احسن ما عندي. ما تنسونيش بتشجيعكم ليا بجام، والناس اللي كتزور القناه اول مره كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ساره ام هدايه. نتمنى ان شاء الله انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش تبقاو تتواصلوا ان شاء الله بكل جديد. وما تنسونيش بتعاليقكم الغزالي اللي كتزيد تحفزني وكتخليني نعطي ان شاء الله احسن ما كاين. والى اللقاء، الى وصفه اخرى ان شاء الله، والى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.